Too quick and quiet. This is all. انت خدت وقت طويل قوي يا شباب قبل ما تفهم انا مين. انا اسف انا ايمي وحش معلش. Stop right there. حاضر. تقريبا اللي بياخد طلقه في دماغه ما بيقولش اه ما بيلحقش يقول اه خلاص. لا لا مش الحمد لله حصل خير حصل خير. وايه اللي حصل؟ ما علينا المفروض احنا رايحين مهمة الأساسية اللي هي هنا فهي بنا ولقد وصلنا. لا ونخش من هنا ليه؟ رجع سيكا بس ركن العربية هنا. So, I've sent her around the EPC. The inspector was definitely onto something. Let's get in touch with our contact. It won't end well for Angel if Albion finds out he's dead. أوه يا ريتني دخلت من هنا. لا انا اسف يا اخوانا اللي انا هعمله دلوقتي. انا اسف يا ظابط والله. نوب مش ده اللي انا كنت قصد اعمله معلش. ايه التاني؟ هي ما فرقتش ليه؟ ما علينا. انا بحاول افتكر بس الاوبشن عشان بالي كتير ما لعبتهاش. بس تليفوني رن نرنننن ولا قال لي اه يا عيني ناي نايت بدنا افتح يا عم. انا عشان بحاول افهم مفترض اقتل مين وما اقتلش مين. شامت انتوا كنتوا واقفين هنا ليه اصلا؟ حد هنا؟ لا انت كنت راجل بريء. ماي باد معلش يعني ما كنتش مجمع الحوار ده لسه. وانا فين؟ I've already taken care of your entry. Get you in quick and quiet. This is all off the books, I trust. No worries. بس كباش الحار صعب. The European Processing Center. انا ممكن اعمل منهم اسهل. في ماسك نطلع نجيبها على السريع. ارمي مش دي خالص بس ارمي دي. تجيبه والله ده اللي انا اخدته. انا يا غلطان والله انا اسف يا قلبي. احكي لي همك اشكي لي همك اشكي لي روحك. خش على اللي بعده يا صاحبي يقول لي انت عايز نعمل لك ايه. عرفت ان انا المكان شبه السجن. لا بسيطة إن شاء الله. There will be a database here that we can search for evidence on Angel Lopez. سنن؟ ها؟ أنت
خدت وقت طويل قوي عشان عبال ما تفهم انا مين، يعني وقت كتير موت. هو سوري مو انا كنت شايف لازم اقتل الناس دي اصلا. انا اسف انا ايمي وحش معلش. في ناس حصل خير حصل خير، ولا حد خد باله ولا احنا خدنا بالنا ولا انت ايه ده؟ حاضر. تقريبا اللي بياخد طلقة في دماغه بيقولش مبيلحقش يقول خلاص بيكون جيم اوفر تقريبا. انا محتاج لي الكارت والباب مفتوح. الباب مفتوح يا اخوان، انا هحتاج الكارت ليه مش فاهم برضو. I have. His file has been deleted from the main database along with hundreds of others. Still. خش على اللي بعده. ارجع واروح فين؟ Deportation limbo, horrible living conditions, unexplained disappearances. It almost as if the media are del- ما افترض اعمل ايه بقى؟ هو احنا بنعمل ايه بقى؟ طب ما قريتش ترجمه فمش فاهم هو بيقول. I have reconstructed an AR scene of Angel's exam. احنا لسه هنا ماشي. You can view it inside the clinic. ايوه انا عايز الكاميرا دي، الكاميرا دي بعد اذنك، الكاميرا. الكاميرا. شكرا جدا. يعني مفيش حاجة أحلى من كده شوية يعني، يا ريت تساعدنا. أيوه. يا أخي بحبك يا جدع. بص يا غالي اعمل لدي روتيت كده حلو جدا شكرا جدا. انها الدماء. هو ده سلاح؟ ده سلاح. خلاص حقنوه بحاجة في رقبته، فراح قايم راح مدي الواد بالبتنجانية في وشه. ويجري. احنا نجري ورا خيالهم. يلا عايش عليك، هتجري هتلحق. As long as he's not damaged, there'll be no waste. Demand's high with the new network. Get. البدالة حطها له في رقبته وقعته تقريبا. والله أعلم. يعني مهمة ما أتمناش لأعدائي والله. أنا كنت ممكن أجي هنا وأخش من غير ما أقتل حد أصلا. قطعة خور دركنا فيه. ماشي. أصل أنا لمحت واحد اختفى. So this is where the Kellys brought Angel. Bit rustic, isn't it? Now, now, keep your chin up. We'll find him. There's a camera network that might have caught where they took him. Let's hurry and access that network, shall we? أيوة خليك برا، خلينا محترمين. ولا أقتلك يا ابن الحلال ولا تقتلني. ليه جو هير؟ ليه؟ ليه؟ ايه ده في ايه؟ في ناس كده بتتكلم وانا مش عارف هم فين. صح. You're
الله يرحمك يا صاحبي. اسكت يا ليه؟ هو انت صحابي وانا تقريبا بضربكم ولا انتوا ايه؟ انا مش فاهم انتوا مين ولا احنا بنعمل ايه اصلا. يا جدعان لو انتوا فعلا كنتوا صحابي وانا قتلتكم يعني سامحوني. كمية دوشة وحاجات غريبة بتحصل هنا. الوش اللي انا لابسه ده تركت شي خلص شي خلص. بس انتوا فراهيد بصراحة. بكنافة برضه عايز اطلع له. اطلع للقناة ازاي؟ القناة هنا ولا فوق فوق؟ لا برضه. انا لو شلت السلاح خلاص الحوار كأنه خلص. لا يبقى الناس دي مش معايا. بس كده. ايه ده بقى في ايه هنا؟ انها جثث. ايه ده؟ دي اختي ولا ايه؟ ايه ده؟ دي شبه يموت. اوكي. What are you waiting for? Well, it's over here. I needed to take care of this filth. Are you all right? That little dreamboat looked ready to turn you into fillet. He was. I'm fine. I just need a second to catch my breath and find my files. Hang on. You're Caitlin Lau. You're that police inspector. We saw your logs. Going after Mary Kelly on your own like that. Brave. I mean, but very stupid. It wasn't always on my own. Who the hell are... You're dead sick, aren't you? You tracked me to the slaughterhouse. Not you. A friend. He disappeared from the EPC and the trail led us here. To think this is where all those missing people ended up. It's chilling. Then I'm sorry. I don't think there's much hope for finding him alive. The Kellys have got a sick little operation going. A kind of human organ black market. I've been investigating them for months. And they got my fucking files. God, I feel like shit. Understandable. You need to rest. I'll have one of us come collect you. I'll go on and find Angel. And those files of yours too. Everything I've gathered on Mary Kelly. شكرا. بس انا كده فهمت احنا رايحين نعمل ايه. في فايلات. في واحد بندور عليه وفي فايل بندور عليه. دي من البوليس. باي باي. تقريبا برضو الله اعلم. لا طيب انا اشكوا كلكم. قاعدين بيخربوا في الناس. مش هو. اضحك يا قلب. هو ده. اسكت. ايه ده. ما شفتهمش خالص. Never thought dead sex. Now we need to find Caitlin Lau's case files on Mary Kelly and see if my conjecture may be correct. Mary Kelly دي كان مين مالي كالي دي؟ افتح يا سمسم. افتح يا سمسم بوابك نحن الأطفال. فين عربيتي؟ هاي كا. Dead sec. I wanted to thank you and accept
I'd be nothing but an anatomy lesson by now. Or a ما تشكرنيش. النت بتختفي وبتظهر مرة واحدة، أنا واخد بالي من الحوار ده. الله على الماسك، الله على الماسك يا جدعان. شراب. A few moments later. Mary Kelly heads up the most powerful crime family in London, Clan Kelly, which should at least be easy to remember. Under her old man, they were a bit player. Then he died, and her rivals started disappearing. Her enemies, her friends, her family. They call her Bloody Mary for a reason. Early on, Mary abandoned cash in favor of cryptocurrency and brought the Kellys' criminal business online. It makes weapons smuggling, drug running, money laundering all a lot easier without a cash trail. The woman single-handedly modernized organized crime in London. She considers herself to be untouchable. خلاص بتبيع أسلحة وبتقتل بني آدمين وبتعمل حاجات كتيرة. As you can see, she'll never respond to interrogation. هنقتلها. انفستيجيت ولا اقتلها؟ أنا عايز حاجة واضحة أعملها. انا نفسي يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. ما هي في هن انفستيجيت ها ها وها ها في الاول وها في الاخر. سلام. عربيتي فين؟ كالعادة هتيجي ورا، ما تجيش قدام ابدا. هناك من الحوار، انا شايف البتاع الخريطة اللي طلعني فوق. بس مش عارف اجيبها ازاي. عرفت اجيبها ازاي. ها؟ هو انا كفيف ولا انا في حاجة مش شايفها؟ The recording device is in her security room. ايه بقى احنا جايين نعمل ايه؟ ما اعرف. انا شايف ايه القصر اللي فيه ناس شنخاي. العنكبوت وحياتك، انا اتخنقت. حوار مرهق قوي البتاع اللي بتطير دي. يا صاحبي طلعني. ايه الماسك؟ ايه الحاجات الغريبة دي؟ طبعا ما احنا ما ينفعش نعملها بمنتهى البساطة. ازاي تعمل حاجة ببساطة؟ بس يخرب بيت راخي. عمال اقول طز في العنكب. ده عملت ايه بقى؟ Look at the state of you. Look what you've done to yourself after everything I've done for you. You made me a slave. All of us. Please, let me go. Take this thing out. Back to your old life. Back to nothing. Back to you, 2.5 screaming blighters in your dead end job and sucking off the dough. You don't want that, love. This microchip is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? And this. Kitchen knife, that won't do it, love. Cutting yourself affects my bottom line. Newark, I can't live like this anymore. No. You're all right there. It's all right, sweetheart, because I have another use for you. هي دي الشريحة اللي بيحطوها فيهم.
اول ما يضايقوا من حد يروحوا مفرقين مخ. You know where this one goes. Get these two and all the others over to the venue and ready for the sale. Right away, ma'am. Also, the foreign investors have already landed and the drones are programmed, ready to deliver the invitations and the خلاص انا اخدت المفيد. احنا كده فهمنا الحوار. نزرع حاجات في دماغهم عشان يشتغلوا عندها. واللي يعترض زي ما انت شفته. واحنا كده اعتقد ان كده ممكن البوليس يقبض عليها عادي. احنا خدنا تسجيل خلاص ولا ما سجلناش. كده ممكن لسه نروح للراجل ده بعد كده 104 ميشن. فا ومشي يا جدعان. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب يكون اللعبه كمان عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك للتيم سبسكرايب جميل وشكرا جدا لكم. سلام.